أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي أن موعد التعداد العام للسكان سيتم البدء به نهاية عام 2022، لافتاً إلى توجيهه بمباشرة الاستعدادات الفعلية للتعداد وتوفير جميع الإمكانات المحلية والدولية لإنجاحه. الدليمي أكد أن الوزارة ستقدم في شهر تموز المقبل تقرير العراق الطوعي خلال الاجتماع السياسي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة، والذي سيتضمن التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية في تحقيق التنمية والتنمية المستدامة والأهداف المتحققة برغم هذه التحديات والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي لتجاوز جميع الصعوبات التي تواجهها الجهات التنفيذية في الحكومة.